ويكره أيضا أن ينزع قبل فراغها لحديث إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. وهذا حديث ضعيف رواه أبو يعلى من رواية أنس رضي الله عنه وضعفه الألباني كما في الإرواء. والنزع معناه أن ينهي الإنسان جماعه فيخرج ذكره من فرج امرأته قبل فراغها من الشهوة أي قبل إنزالها، والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال. فالمصنف يقول يكره وهذا فيه نظر، والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي، وذلك لأنه يفوت عليها كمال اللذة ويحرمها من كمال الاستمتاع، وربما يحصل عليها ضرر من كون الماء مهيئا للخروج ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع. وأما الحديث الذي ذكروه فهو أيضا ضعيف، ولكنه من حيث النظر صحيح، ويريد رحمه الله من حيث المعنى. فكما أنك أنت لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل، فكذلك هي ينبغي ألا تعجلها.